يسعد مساكم. اليوم رح نحضر معكم اليالنجي على طريقتي، وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. رح أضع كوبين أرز مصري حبة قصيرة، ورح أضع عليهم حبتين بصل مقطع وحبتين بندورة مقطعة ونصف كوب بقدونس مفروم، وربع كوب من النعنع المفروم، وملعقة كبيرة من دبس الرمان، وربع كوب من زيت الزيتون، وعصير نص حبة ليمونة، وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكاري، وكمان رح أضيف ملعقة صغيرة من الملح، ورح أقلب المكونات مع بعضها البعض. وأنا هاي طريقة خلطتي. بتقدروا تضيفوا كل المكونات على النار وتقليبها لمدة دقيقتين. عندي الدوالي مفرزة، رح أسلقهم بالمي المغلي لمدة دقيقتين، ورح أضع فوق ورق الدوالي الحشوة وألفها في هذا الشكل زي ما أنتوا شايفين. وبعد ما خلصت كل الكمية رح أضع في قاع الطنجرة بطاطا مقشر ومقطع شرائح، ورح أرتب حبات الدوالي بالترتيب في الطنجرة. ورح أغطي حبات الدوالي بورق العنب بهذا الشكل، وبعد هيك رح أعمل صوص الدوالي. رح أحتاج ملعقة كبيرة من دبس الرمان، ربع كوب من زيت الزيتون، ورح أضيف عليهم عصير حبة ليمون، ملعقتين صغار من الملح، وبعدين رح أخلطهم مع بعض، ورح أضع 3 أكواب مي وأخلطهم مع بعض برضه. وأسكب الصوص في طنجرة الدوالي، ورح أضغطه بصحن وأضعه على نار هادية حتى الغليان، وبعدين رح أغطي الطنجرة وأتركها على نار هادية لمدة 2 ساعة حتى تستوي الدوالي. وبعد ما تركت الدوالي 2 ساعة رح أطفي النار عليهم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الوصفة. بتمنى إنكم تجربوها وتنال إعجابكم، وألف صحة وهنا.